سلام، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. انا السيمو. اليوم غندي واحد الاكلة سريعة، دجاج بالكوري والارز بسماتي. مرحبا بكم، يلا وجدوا راسكم. غنستعملوا اليوم عندكم الدجاج، دير فيه شوية تاع البصلة والتحميرة وشوية الملحة وشوية البزار. الارز بسماتي تنرقدته شوية في الماء واحد نص ساعة، التحميرة، كوري، وهذا كوري مخلط بالكوكو، شويه تاع البصله، شويه تاع الثوم، وشويه تاع القزبور، وملحه وزيت البلديه. بالدجاج هو الاول، غنديروا شويه الزيت البلديه في القميله ديالنا، خلو شويه سخن شويه الزيت. نشدوا البصل، تقريبا نص بصله كبيره، خلطوا شويه، ديروا شوية الملح، ديروا العافية شوية قليلة باش ما تحرقش لنا البصلة ديالنا. من بدات تشد شوية اللون ديالها تولي شوية صفراء، نزيدوا الدجاج. شدات البصلة شوية اللون ديالها، غنزيدوا الدجاج ديالنا، ربع درجيلات تاع الدجاج. شنو من زيت الدجاج؟ التحميرة وشوية تاع البزار وشوية الملحة، ونزيدو شوية في العافية ديالنا باش يتحمر لينا الدجاج. غنخليو يطيب تقريبا شي 20 دقيقة على عافية متوسطة. غنزيدو قزبور ومعدنوس، الطبيان باش ما يلصقش لينا هادشي ديالنا. نخليه واحد ثلث ساعة. دابا ملي تيتحمر شوية غنزيدو معاه شوية د الكوري، ماشي بزاف، واحد تقريبا واحد معلقة صغيرة. كما تشوفوا معايا هادشي ولا تيشد اللوين ديالو ولا تيتبرونزا. غنغطيو على هادشي باش يتبرونزا على خاطرو. دابا سيداتي وسادتي غنزيدو واحد كويس تاع الما صغيور كيطيب داكشي على خاطرو. حركو شوية، هادشي طيب. غنحضرو الرز ديالنا، غندير شوية الزيت البلدية، مولا زيت الزيتون والزيت البلدية باش تعيطو ليها. حتى الرز ديالنا بسماتي قطرناه، هو دابا تقريبا تدير بحال درتي كاس ديال الرز تدير جوج كيسان د الماء على حسب الكمية اللي درتي. أنا درت كاس ونص ديال الرز، غندير كاس ونص تلاتة كيسان د الماء. دابا غندير الرز، غندوزو شويه مع الزيت، غنطيبو شويه مع الزيت، غنقلي شويه باش ما يلصقش. العافيه متوسطه، غنخلي شويه الرز ديالنا مزيان تقريبا واحد 5 دقائق تقريبا حتى يبرونزا شويه يولي دوغي تقريبا حتى في الشوط الثاني. دابا بعد 5 دقائق ديال التقلان ديال الرز ديالنا، غنزيدو الماء، غنزيدو ثلاثة كيسان، الكاس الثاني. كما قلت لكم تدير لو دوبل ديال لا كونتيتي ديال الروز اللي درتي. الا درتي كاس د الروز دير جوج كيسان د الماء، جوج كيسان د الروز، ربعة كيسان د الماء، وكذلك حتى دابا حركو شويه وغنغطيه.
تقريبا واحد ثلث ساعه حتى هو. دابا غنشوفوا الدجاج ديالي، نشوف نشوف واش طاب، شدوا واحد الموس ونشوف واش قضيه في الرباط ولا لا. بديت يطيب الدجاج ديالنا بعد 20 دقيقه 25 دقيقه وجد. دابا غنزيدو لاصوص ديال الكوري مع الكوكو. شوفو هادي تقريبا كاملة، دابا غنقصو شوية العافية. داك اللي فيها الما زيدناش تيك الما باش مبيعش الما، زيد هادشي شوية الما حتى كي نزيدو فيه شوية دمو صافي. صافي خوينا لاصوص ديالنا كاملة، ودابا بواحد العافية دافئة غنخليو واحد 15 دقيقة 20 دقيقة واحدة أخرى. صافي نسدو. دابا نشوفو الروز ديالنا، الروز تا هو غادي قرب قرب يمشي من الما تقريبا مقالي واحد 2 دقايق ونحيدو الروز ديالنا. دابا تنشوفو راه نشف من الما، تنطفيو عليه ونخليو يشتغل شوية. الدجاج الدجاج تقريبا غادي معايا، يبقى شوية لاصوص شوية لاصوص ونطفيو عليه. دابا تنشوفو الدجاج ديالنا طاب، لاصوص ديالنا نقصات صافي، إذا غنطفيو عليه. اوكي دابا غنديرو الروز هو وجد، دابا غنديرو لا ميزون بلاس. ها هو البلاطو ديالنا وجد بالصحة والراحة. البلاطو ديالنا غندوقوه بسم الله. جوادك 10/10 بصحتكم. في الحلقة القادمة غنوجد لكم إن شاء الله شي بلاطو جديد. تقدروا تفلوا لي كومونتير ديالكم، طلبوا لي شي في أي بلاطو وأنا نوجدو لكم إن شاء الله. يلا بصحتكم، سلام.